نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة وحديثنا في أول فقراتنا النهاردة عن قمة الـ20 أو الـG20 واللي كانت منعقدة في اليابان بحضور عدد كبير من قادة العالم ومصر كانت موجودة بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي. تفاصيل أكتر عن قمة الـ20 من خلال لقائنا مع الأستاذ أيمن السيسي الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. وأهلا بحضرتك أهلاً. معنا أبدأ مع حضرتك أستاذ أيمن ونتكلم في البداية عن قمة الـ20، يعني عايزين إحنا نوصل المعلومة للسادة المشاهدين أهمية انعقاد قمة الـ20 ومن بيكون موجود في قمة الـ20. هو قمة الـ20 بتضم أكبر اقتصاديات في العالم، أكبر دول اقتصاديات من حيث معايير الكفاءة المالية والقدرة والإنتاج والدخل القومي وتنوع الخامات أو الثروات الطبيعية اللي موجودة فيها اللي بتأهلها إنها يكون الدخل القومي بتاعها أعلى دخل قومي في العالم، وبالتالي حجم الصناعات الكبيرة. قمة الـ20 بتنعقد كل فترة، أهميتها في إنها بتكون يعني زي تسيير حركة التجارة في العالم، التصنيع، العلاقات الاقتصادية بين الدول، خصوصا بين الدول الكبرى، قمة بين الدول الـ20 والدول مختلف المنظمات الاقتصادية في المناطق أو الأقاليم أو المختلف المناطق المنظمات الاقتصادية الإقليمية. الحقيقة ده مهم جدا، قمة الـ20 مهمة جدا، لأن جزء من حركة الاقتصاديات العالم بتدار من خلال هذه القمة، فبالتالي هي من أهم القمم الدولية خصوصا في المجال الاقتصادي، وبالتالي أيضا أنه وجود مصر في هذه القمة مؤشر، وأعتقد أن اختيار مصر أو دعوة مصر سواء في القمة ديت أو ويا مصر ليست عضو بالقمة أو منظمة مجموعة الـ20 أو مجموعة الـ20، لكن اختيارها ودعوتها هذه السنة أو هذه الدورة دليل أو له شقين أو مؤشر ودليل على حاجتين. هو طبعا جزء منه أن مصر ترأس الاتحاد الأفريقي، دورة الاتحاد الأفريقي هذا العام، فبالتالي جزء من الوجود المصري مبني على رئاسة الاتحاد الأفريقي وعلاقات هذه مجموعة الـ20 بالدول الأفريقية. لكن قبل كده كانت مصر مدعوة في القمة اللي حصلت في سبتمبر في 2016 في الصين، وده مؤشر على الكفاءة المالية لمصر أو الكفاءة الاقتصادية والتحول الاقتصادي الهام، وبناء على مؤشرات المنظمات الدولية في الخاصة برصد التنمية والتحولات الاقتصادية الكبرى في الدول وفي العالم. طيب خلينا نرجع ونتكلم أهم اللقاءات اللي عقدها السيد الرئيس في قمة الـ20، والحقيقة اللي متابع لنشاط السيد الرئيس بيلاقي أنه دايما بيحاول أنه يستفيد بقدر المستطاع من تواجده في هذه القمم المختلفة لصالح مصر وأيضا لصالح القارة الأفريقية. طبعا هو الحقيقة أنه ترأس مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام وضع على كاهلها يعني أعباء كبيرة، خصوصا في القارة الأفريقية وعلاقتها بالمجتمع الدولي أو بقية الدول. ولكن أنا شايف أنه يعني تحرك مصر كقائد أو كرئيس لمنظمة الاتحاد الأفريقي هو تحرك في الحقيقة برضو يسهم في تحسن الأوضاع في مصر، تحسن العلاقات المصرية. طبعا مهم جدا يعني الفترة الأخيرة مجموعة اللقاءات اللي حصلت بتؤكد الاستقرار السياسي المصري في العالم، وبتؤكد برضو الاقتصاد، استقرار الاقتصادي وحركة التنمية ومؤشرات التنمية المصرية. الرئيس عقد اجتماعات كثيرة مع مختلف قادة العالم وأهمهم، خصوصا في الملفات الخاصة بمصر وأفريقيا. يعني مثلا كان مهم أوي الاجتماع مع ميركل في وألمانيا طرحة من 2017 مبادرة الشراكة مع أفريقيا،
ودي مهمة جدا لأن ألمانيا بتتحرك في أفريقيا دلوقتي تحركات بتحاول أن تجد لها موطأ قدم، وتحاول أن تستحوذ على بعض النفوذ أو جزء من النفوذ الدولي في أفريقيا، وهي متلامسة مع المسألة في ليبيا، خصوصا أنها كمان لها تواجد من خلال قواعد عسكرية في بعض دول غرب أفريقيا، ودي متماسة مع ليبيا والأزمة الليبية. كذلك اللقاءات مع رئيس الوزراء الإيطالي مهم برضو، أيضا تبحثوا في مسألة ليبيا، ويعني جزء من مشاورات الرئيس تخص الوضع الإقليمي للدول المجاورة، وتخص الوضع القاري لأفريقيا بحكم أن مصر ترأس الاتحاد الأفريقي هذا العام، فبالتالي المشاورات كلها على الجانبين أو المحورين، ولكن في النهاية بتؤدي إلى العلاقات، تحسين العلاقات المصرية، تعظيم قوة مصر واستقرارها السياسي في العالم، التبادل الاقتصادي، ومجموعة الاتفاقيات أو الاتفاق على إبرام اتفاقيات في مجالات متعددة، التكنولوجيا والاقتصاد والعلاقات الأفريقية الأممية بشكل عام. أكيد يا فندم. طيب طبعا ده بينعكس بشكل جيد على الاقتصاد المصري والوضع السياسي المصري، والحقيقة امبارح كلنا كمصريين كنا بنحتفل بثورة 30 يونيو، وكانت الرؤية الأساسية هو تحسين وضع مصر الدولي، وده كان بمجهودات كبيرة جدا، وبنشوف نتاجها في الفترة الحالية، تواجد مصر في عدد كبير من المحافل الدولية، وأيضا الأخذ برؤية مصر في عدد من القضايا الهامة جدا اللي بتهم العالم، ومنها مثلا الإرهاب. مصر دايما ليها رؤية، وليها رؤية ثابتة في مكافحة الإرهاب سواء داخليا أو دوليا. رأي حضرتك يا فندم في المجهودات المصرية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام للعالم كله؟ هو طبعا أول اتجاهات مصر، يعني طبعا زي ما تفضلت حضرتك وقلت أن تزامن الانعقاد القمة العشرين مع ثورة، مع ذكرى ثورة 30 يونيو والذكرى الثابتة، ده بيؤكد، واستقبال الرئيس المصري في هذه المحافل الدولية بيؤكد الاستقرار السياسي المصري والقبول الدولي. يعني أعتقد أن احنا كمان تخطينا مرحلة القبول الدولي للنظام المصري، لأنه الرئيس المصري عمل مجهودات جبارة جدا في تحسين الصورة وتحسين العلاقات، حتى العلاقات التي لم تكن واردة في ذهن الإدارة المصرية السابقة أيام حسني مبارك مثلا. احنا بنشوف ان الرئيس زار دول لم تكن على خريطة الفكر السياسي المصري زي الفلبين وغيرها، بعض دول الأفريقية اللي كان مصر منقطع عنها لفترات طويلة. كل ده بيؤدي الى التحسين الصورة السياسية لمصر، وتأكيد الرسوخ المصري في كدولة إقليمية محورية في العالم، وبالتالي قدرتها على الإسهام في القضايا الدولية المهمة، وأهمها قضية الإرهاب، وخصوصا أن مصر متماسة بشكل كبير مع أزمة الإرهاب. احنا عندنا إرهاب داخلي منتشر، لازلنا بنحارب، الجيش المصري بيحارب في سيناء القضاء على بقايا الإرهاب، عندنا إرهاب حوالينا في المنطقة بشكل عام، اليمن فيها أزمة كبيرة زي ما كلنا عارفين، ودي مؤثرة بشكل كبير جدا على الاستراتيجيات والأمن المصري. ليبيا الحرب الأهلية الدائرة فيها، وأزمة الإرهاب، وتجمع كثير من عناصر الإرهاب ومنظمات والكيانات الإرهابية في العالم في ليبيا، سواء اللي كانوا بيحاربوا في الدواعش اللي كانوا في العراق وسوريا، أو جماعات نصرة الإسلام والمسلمين اللي ضمت مجموعة كبيرة جدا من الكيانات الإرهابية في غرب أفريقيا، في مسنة ومالي ونيجيريا والنيجر، فكل ده اتجمع في ليبيا. مصر بتحارب الإرهاب سواء على الداخل أو في الخارج، الاتفاقيات أو المقابلات أو اللقاءات للرئيس المصري أو أعمدة النظام المصري سواء الخارجية أو الأجهزة التنفيذية الأخرى مع الدول المختلفة، أعتقد أن جزء منها لابد أن يكون بيتحدث عن كيفية مواجهة الإرهاب،
خصوصا ان هذا الارهاب لم يعد له موطن محدد ولا منطقة عمليات محددة. الارهاب اصبح في العالم كله، خصوصا ما ينقل مع جماعات الهجرة غير الشرعية الى اوروبا. احنا بنشوف ان تنامي العمليات الارهابية سواء على المستوى الفردي او المستوى التنظيمي الجماعي سواء في اوروبا او في امريكا او في الدول العربية، اصبح الارهاب يعني هو أزمة العالم الحقيقية. والإرهاب موجود جزء كبير منه في المنطقة المحيطة بينا، المحيطين الإقليميين الدولي أو الدوليين في العربي والأفريقي، ومصر عندها خبرات مهمة جدا. الأجهزة الأمنية وأجهزة المعلومات في مصر عندها خبرات مهمة جدا منذ أحداث اغتيال السادات وما قبلها يعني، فعندنا خبرات متراكمة لدى أجهزة الأمن، ملفات كثيرة ومتعددة ومعلومات كثيرة ومتعددة خاصة بالإرهاب ونوعياته وجماعاته وكيفية مواجهته. وخصوصا أن الجيش المصري استطاع الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة أنه يقوم بعمليات عالية ومتميزة جدا وعمليات نوعية مهمة لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه، فأصبح عنده قدرة على أو أصبح عنده فهم للجماعات الإرهابية، فهم للسيكولوجية العقل الإرهابي. صحيح. فهم لتحركاتهم. يعني بشكل عام مصر عندها الخبرات اللي تستطيع أن تسهم بها في استقرار المنطقة والعالم من خلال كيفية مكافحة الإرهاب، وخصوصا نحن بنشوف يعني الأزمات المتلاحقة والدول الداعمة للإرهاب زي قطر وتركيا وإيران بتشتغل بشكل كبير جدا، خصوصا في مناطق التوتر المحيطة بينا. السودان عندهم تحركات كبيرة جدا سواء على المستوى الـ يعني المفصلي للدولة السودانية أو على مستوى الشارع السوداني وجماعات المعارضة أو الثوار في الشارع. ليبيا برضو عندهم طبعا لا يخفى على الجميع فكرة دعم الإيراني التركي القطري للإرهاب في ليبيا وما وراء ليبيا من حدود جنوب دول خط جنوب الصحراء وتواجدهم في المغرب والجزائر وموريتانيا. فبالتالي العمل على يعني حصار هذه الأنظمة وتفكيك وتفكيك قدرتها على الدعم الإرهاب، يعني أعتقد أنه هيبقى جزء أو هو جزء مهم بالفعل من لقاءات الرئيس سيسي على مدى الأعوام، مش يمكن في قمة العشرين بس، صح، على مدار الأعوام السابقة، لكن على مدار الأعوام السابقة. بل بالعكس، يعني البعض بيرى أنه مصر كمان قامت بدور هام جدا في توضيح الصورة للعالم كله في حصر الكيانات الممولة لجماعات الإرهاب في عدد من دول العالم. والحقيقة قمنا بمجهود كبير جدا، وأصبح واضح من هو معادي للإنسانية ومن هو معادي لاستقرار الدول وأمن الدول بفضل المجهودات المصرية. طبعا، لأن مصر كشفت كثير من الملفات وكثير من العمليات السرية للنظامين القطري والتركي تحديدا، وعلاقتهم بالإخوان ودعمهم الكامل الغير مشروط للإخوان، وده يعني في تقدير ان ده سبب رئيسي في إعلان ترامب في أمريكا على انه بيفكر او بيتم دراسة وضع الإخوان كمنظمة إرهابية في العالم او اصدار قرار من الكونجرس بذلك، رغم انه الادارات الامريكية السابقة واجهزة الدولة العميقة اللي في امريكا هي من تبنت الاخوان. صح، وكانت داعمة لفكرة تواجد بالضبط، وهم اللي دعموا الاخوان سواء في ما بعد احداث يناير في مصر في 2011 وما بعد احداث 17 فبراير في ليبيا، وحتى في ازمة تونس هم دعموا الإخوان وهم دعموا الدواعش الذين تربوا في أحضان الإخوان أو على قيم وأفكار العقائدية للإخوان. فبالتالي مصر دورها مهم كان في هذا الكشف
دفع ترامب للتفكير او اعلان التفكير في اعلان اضراب جماعه الاخوان كجماعه ارهابيه، وده مهم في تقديري ان ده مهم لانه العالم اصبح متماس ومتقارب ومتداخل بشكل كبير جدا. فالاخوان نعلم برضو انهم منتشرين في عدد كثير من الدول، دول كتيرة، في بعض الدول، في بعض الدول بتحكمها جماعات اخوان، يعني في دول في اسيا طبعا تركيا الجماعات الحاكمة في بعض الدول الإقليمية. ده مهم لأنه التعامل معها كجماعة إرهابية هيحد من حركتها وتحركاتها ودعمها للتطرف في مختلف أنحاء العالم. الحقيقة أنا نفسي كان الحديث يتطرق أيضا لجلسات هامة كانت موجودة في قمة العشرين، وهي تمكين المرأة ومعالجة عدم المساواة، والجلسات دي حضرها السيد الرئيس. وطبعا أيضا يعني إحنا شايفين هنا في مصر القيادة السياسية داعمة بشكل جيد جدا لتواجد المرأة في القيادة وتواجدها والمساواة داخل المجتمع. هل ممكن ناخد 30 ثانية نتكلم في النقطة دي؟ يعني الرئيس أعتقد أن فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في المساواة بين الرجل والمرأة قائم، ودعمه احنا شفنا في تحركات كتيرة للدولة المصرية بناء على توجيهاته في دعم المرأة، في تمكين المرأة في الحياة السياسية والحياة التنفيذية والاقتصادية. لأول مرة بيكون عندنا عدد وزراء من السيدات أكتر من مكان، يعني أول مرة في التاريخ في البرلمان كذلك، مع زيادة 25% زيادة كمان مشروع تكافل وكرامة اللي اتعمل طبعا. هو يعني اتعمل مشروع تكافل وكرامة وأصبح الـ يعني حركة الصرف فيه باسم السيدة، لأنه مؤمن بدور السيدات ومؤمن بقيمة السيدات المصريات، ولأنه شايف على مدى التاريخ أن مصر السيدة المصرية لا تقل في قدرتها وفاعليتها عن قدرة الرجل وفاعليته، وبالتالي تمكين المرأة ويعني دعمها لتصعيد أو تصاعد مشاركتها في العمل السياسي والتنفيذي أعتقد ده هو شغال عليه كويس. وبالتالي الجلسة اللي حضرها أكيد مهم جدا لنقل التجربة المصرية. أكيد إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك يا فندم، وأهلا بحضرتك معانا دايما في مصر. شكرا. هنطلع فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم والفقرة القادمة بطولة كأس الأمم الأفريقية.